وعلى هامش زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، زار عدد من الوزراء والمسؤولين البحرينيين متحف اللوفر الفرنسي الذي يعد واحدا من أعظم الأماكن التاريخية والثقافية في العالم، والذي يتميز بإرثه المستمد من احتضانه مختلف الحضارات والثقافات من شتى دول العالم. وحول هذه الزيارة أشادت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار بالخطوة التي اتخذها المتحف الفرنسي من خلال تسليطه الضوء على جزء من مجموعته الخاصة بالخليج العربي واحتضانه لبعض من آثارهم القديمة، حيث قامت معاليها بتوقيع اتفاقية مع المتحف تتضمن إعارة لمجموعة من القطع الأثرية سيعرضها أولا في قسم آثار الشرق الأدنى في متحف اللوفر لمدة 6 أشهر، ثم في المعرض الدائم للقسم. وبموجب الاتفاقية المذكورة توافق هيئة الثقافة والآثار على إعارة مجموعة مختارة من الأعمال من ضمن المجموعة الدائمة لمتحف البحرين الوطني ومتحف قلعة البحرين لمدة 5 سنوات. الاتفاقية التي تم توقيعها في هذا اليوم الجميل في باريس في متحف اللوفر الذي يستقبل معرضا لحضارة دلمون سيكون على مدى 6 شهور في عام 2020، ثم ينتقل إلى قاعة دائمة. هذه الاتفاقية تنص على استعارة هذه القطع الأثرية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد. ستكون بوابتنا العالم، وهنا التوقيع في أهم القاعات التي يزخر بها هذا المتحف العريق والذي نفخر بأن تكون حضارة البحرين هي عنوانا لكل من يزور البحرين ويستمتع بإرثها وتاريخها الحضاري الذي نعتز به.